السلام عليكم، اهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ موني. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز حبة وحبة او الرز المفلفل بطريقة سهلة جدا، اتمنى ان هي تعجبكم. هنجيب دلوقتي حلة ونحطها على النار ونحط فيها 3 معالق زيت كبار، ومعانا هنا كوباية من الرز دي مغسولة ومتصفية كويس جدا من المية. هنحطها دلوقتي في الحلة ونبدأ ان احنا نحمرها. بنفضل نقلب فيها، هو بيبقى لزق شوية كده في الأول بس ما تقلقوش، بنفضل نقلب فيه لغاية لما ياخد اللون الذهبي زي ما واضح قدامنا كده، هو ده الدرجة اللي احنا عايزينها، اللون الذهبي الجميل ده. دلوقتي معانا كوباية من الرز تاني مغسولة ومتصفية، هنحطها على الرز اللي احنا حمرناه ونقلبهم مع بعض كويس جدا بحيث ان هما يختلطوا مع بعض. ودلوقتي هنحط معيار الميه بتاعتنا، احنا حمرنا كوبايه رز وحطينا كوبايه من غير تحمير، يعني دول كوبايتين من الرز. كوبايه الرز العاديه بتاخد من كوبايه لكوبايه وربع ميه، يعني هنحط بالتقريب كده كوبايتين ونص من الميه، او لو مش عايزين تحطوا بمعيار الكوبايه في حاجه بسيطه جدا، ان احنا بنحط صباعنا كده لما تعدي العقله الاولانيه كده يبقى كده المعيار الميه تمام. دلوقتي هنحط الملح بتاعنا، انا بحط بالنظر، هحط معلقه مليانه. ودلوقتي هنسيب الرز لغايه لما يتشرب الميه بتاعته بالمنظر اللي قدامنا ده، وبعد كده بنغطي عليه الحله ونوطي النار خالص لغايه لما يستوي. زي ما حضراتكم شايفين هو كده استوى، بنقلبه بالراحة بالشوكة علشان بس ما يتكسرش معانا، وناخد واحدة من الرز على صباعنا كده وندعكها، اذا اتهرست معانا بالراحة خالص يبقى هو كده الرز استوى وجاهز ان احنا نقدمه. كده الرز بتاعنا بألف هنا وعافية جاهز ان احنا ناكله، جميل جدا وسريع وطعمه لذيذ، اتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. اذا عجبتكم الوصفة اشتركوا على القناة، فعلوا الجرس، اوعى تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو، وبألف هنا وعافية.